ربيع البوزيدي من الحراك ديال الرباط تضامن مع الريف. مجرد ما وصلت لقينا الدنيا معسكره وبلسوا تيدفعوا فينا وتيضربوا فينا. قلت لهم علاش وهذا دا الخبيط بالرجلين وبكل شيء. ما كان لا انذار، كانت الزروطه هي الانذار كالعاده. حنا جينا نتضامنوا مع الخوت ديالنا اللي في الريف واللي تعتقلوا لنا وطالبوا بالمستشفى، طالبوا بالجامعه، طالبوا بحقهم التعليم. حنايا مجرد ما جينا وقفنا هنايا جلسوا يخبطوا فينا، ما كاين في الرجل، في الرجل جا الدوري ديني جلسوا تينزلوا عليه، اللي جا وقف تيضربوه. هذا هو البلاد ديال الديمقراطيه وحقوق الانسان اللي تيتغناو بها في التلفازه وفي مناظرتي وفضيحه هذه. شنو نقول لك اختي؟ الحقره مازال غادا تيقول لك راه كاين شي ديمقراطيه في البلاد. حنا تنشوفوا على العصا والزرواطه، ما محقق لا الضامن لا توقف لا حتى حاجه. اللي يهضر يرعف، هذا الشيء اللي دايرين. بالله عليكم Thank you.